معكم وعلى كذلك على ديبيتاسيون يسعدني أن أتواجد هنا معكم ولي الفرصة لمناقشة القضايا التي تهم جاليتنا الوطنية بجنوب إفريقيا وعلاقاتها مع البلد الأم الجزائر. اللقاء بأبناء الجالية الجزائرية بالخارج هو تقليد وضعه السيد رئيس الجمهورية للاستفسار عن أحوالهم المعيشية والاستماع إلى انشغالاتهم والاطلاع على آخر مستجدات المسجلة على المستوى الوطني في إطار مسيرة التجديد الواعدة التي تعيشها الجزائر. حقيقة هذه المبادرة يعني حسينا فيها كجالية جزائرية أنه الجزائر الأم كيفاش يقولوا يتعسى على أولادها من خلال كسوا رئيس الجمهورية ولا الامباساد نتاعنا هنايا. الحمد لله يعني كمواطنين كيكونوا في حاجة إلى أي مساعدة ولا يكونوا عند حسن الظن.